صورت بربع سيارة ضربة كوستر بها طالبات مع المدرسة وعبوة هنا وراها بربع ساعة انضربت وسمعنا انفجار ثالث وين ما نعرف. هسه احنا بالمستشفى داخل المستشفى بكيت راح يخلونا شوي نصور عمرو هذا اللي حد انفجرت فجأة داخل المستشفى في الطابق الأرضي بالقرب من ردهة الطوارئ وكذلك غرفة طبيب الطوارئ، فكان الحدث حقيقة كبير جدا والأضرار التي أصابت المستشفى كبيرة جدا.